مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاة تشاهدون فيها. دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي يفتتح المبنى الجديد لمقر مؤسسة الشهداء. مؤسسة الشهداء تحتفل بتوزيع الأوامر الإدارية بين ذوي الشهداء المعينين على ملاك وزارة الداخلية. ملتقى الخالدون النسوي يقيم احتفالا بمناسبة يوم المرأة العالمي. مديرية الشهداء وسط تقيم احتفالا لتوزيع المنحة العقارية وبدل الإيجار وهدايا ومنح الطلبة بين ذوي الشهداء في المحافظة. مكتب شهداء الشطرة يقيم حفله السنوي بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبانية. أهلا بكم من جديد. تواصلا مع الدعم الذي يوليه دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي إلى ذوي الشهداء، افتتح دولة الرئيس المبنى الجديد لمقر مؤسسة الشهداء لتتمكن المؤسسة من تقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الشهداء. التفاصيل في التقرير الآتي. على طريق تعويض ذوي الشهداء عن معاناتهم في حقبة حكم نظام البعث البائد، حرصت مؤسسة الشهداء على إنشاء مبنى حديث لمقرها يتسع لجميع دوائرها في بغداد ويليق بمن تمثلهم وهم الشهداء وذووهم. وكدأب دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي في متابعة شؤون مؤسسة الشهداء، فقد شرف دولته حفل المؤسسة بافتتاح مبناها الجديد ليؤكد أهمية مؤسسة الشهداء في حفظ خط الشهادة من أجل الوقوف بوجه الداعين إلى عودة حزب البعث المحظور إلى الحياة السياسية في العراق الجديد. ما يدخل السرور هو أن أرى هذا الاهتمام بعوائل الشهداء، وأرى هذه الصروح تشيد لكي تخلد هذه المؤسسة التي ترعى هذه الشريحة والشرائح الأخرى الذين سيدخلون من ضحايا الإرهاب. وأسعد حينما تقضى حوائج الشهداء، وأساء وأحزن حينما أجد هناك من يعرقل أو يعطل عملية توفير الخدمات للشهداء. أنا لا أتشائم، إنما الوضع جيد والحمد لله، كل شيء يمشي بشكل جيد، لكن هناك بعض العقبات نذللها بالصبر والحكمة والمواجهة. لذلك كل خطوة على طريق تشييد هذه المؤسسات، ليست هذه مؤسسات خدمية توفر فلوس وتوفر سكن فقط، هذه توفر حياة وتوفر ثقافة وتوفر أمن وتوفر عملية إحكام بنية الدولة حتى لا يعود أولئك القتلة والجهلة. مؤسسة الشهداء تبنت منذ بضع سنوات خطة لإنشاء مباني جديدة لمقرها ومديرياتها، لكنها اختارت أن تنشئ بعض هذه المباني على أنقاض المؤسسات القمعية لنظام البعث البائد لتؤكد حتمية انتصار الدم على السيف. بالأمس افتتح صرح في مدينة بابل في الحلة، وكذلك هناك مؤسسات ومديريات قيد الإنجاز وفي مواضع التشطيب في كربلاء المقدسة، وكذلك في بناية مديرية شهداء ميسان ومراكز للتدريب والتطوير في بغداد، وبناية شهداء الكرخة التي افتتحت، وكذلك بناية مديرية شهداء الصدر والرصافة التي اخترنا كما اخترنا لهذا الموقع أن يكون في الحاكمية
الحاكمية المعروفة سيئة الصيت في ذلك الزمن عند شهداء مدينة الصدر. اخترنا أيضاً ذلك الموقع، موقع ما يسمى بأمن صدام، وحولناه صرحاً لذوي الشهداء ليكون شاهداً على الجرائم الكبرى التي اقترفت في زمن ذلك النظام. إنشاء المبنى الجديد لمؤسسة الشهداء يمثل جانباً من جهود المؤسسة في توفير مبانٍ حديثة لدوائرها المختلفة من أجل توفير الأجواء المناسبة للعاملين في المؤسسة ومديرياتها كي يتمكنوا من تقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الشهداء. اليوم تقوم مؤسسة الشهداء بافتتاح هذا المشروع المهم الذي أدرج ضمن خطتها الاستثمارية للأعوام الماضية، وهو صرح كبير يتجسد في أن يكون مقراً لمؤسسة الشهداء في بغداد. المقر هذا يتكون من بناية 6 طوابق بكلفة تقريبية حوالي 5.5 مليار دينار عراقي، مدة التنفيذ 3 سنوات، وهو أحد المشاريع المهمة التي أدرج ضمن خطة الاستثمارية للمؤسسة. هناك العديد من المشاريع المهمة الأخرى التي سوف يتم افتتاحها قريبا، كما افتتح جزءا منها بالأمس. وطبعا يتمثل هذا الصرح بأن يكون المقر الرئيسي الذي يتم من خلاله رسم السياسة العامة التي أقرها قانون مؤسسة الشهداء لتقديم الخدمات لذوي الشهداء والعوائل التي عانت أبان النظام السابق. ويمثل مبنى مؤسسة الشهداء صرحاً جديداً من الصروح المعمارية التي تقوم بإنشائها المؤسسة كي تتمكن من تقديم أفضل الخدمات إلى ذوي الشهداء لتعوضهم عن سنين الحرمان التي عاشوها في حقبة الدكتاتورية المقيتة. أقام قسم التنسيق والمتابعة في المؤسسة احتفالية كبرى لتوزيع الأوامر الإدارية بين ذوي الشهداء المعينين على ملاك وزارة الداخلية، تنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي تنص على تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية إلى ذوي الشهداء. لنتابع هذا التقرير. أقام قسم المتابعة والتنسيق في المؤسسة احتفالاً لتوزيع الأوامر الإدارية لتعيين وجبة جديدة من ذوي الشهداء على ملاك وزارة الداخلية بحضور رئيس مؤسسة الشهداء الدكتور عامر الخزاعي، الذي أشاد بجهود الوزارة في تخصيص الدرجات الوظيفية اللازمة لذوي الشهداء. وزارة الأكثر تحقيقاً وعطاءً وزارة الداخلية، وزارة الدفاع أيضاً بدأت تتساعد، والوزارات الأخرى حسب نظام 10% حسب درجات الوظيفية. احنا بين الفترة والفترة نلتقي هؤلاء ذوي الشهداء الذين يتعينون ونحثهم على العمل، على الالتزام بمسيرة الشهداء، على التزام القيم العمل الأخلاقية، على عدم التفريط في الوقت، وعلى التركيز في الجهد وزيادة الخبرة والتطوير، باعتبار أنهم ذوي الشهداء وباعتبار أنهم على خطاهم، على خطى الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل الوطن، وبالتالي من الطبيعي جداً أن يضحي أبنائهم بالجهد والوقت لبناء العراق الجديد. المؤسسة قطعت على نفسها عهداً بتوفير كل ما من شأنه الارتقاء بذوي الشهداء على مختلف الصعد، وتوفير فرص العمل المناسبة لهم يعد جانباً من اهتمام المؤسسة بهذه الشريحة المهمة. طبعاً المؤسسة منذ تأسيسها ولحد الآن بدأت تنسق مع وزارات الدولة، أيضاً ضمنت في قانونها إلزام المؤسسات ودوائر الدولة والوزارات بتعيين 10% لذوي الشهداء لتعيين في دوائر الدولة، وعلى هذا الأساس بدأت المؤسسة هذا عملها مع الوزارات، والآن تأتي هذه الاحتفالية لتعيين مجموعة بحدود 137 شخص على ملاك وزارة الداخلية، على الملاك المدني والعسكري، إضافة إلى هناك تعيينات جرت عندنا مع كافة وزارات الدولة، خصوصاً وزارة التربية، وزارة الصحة، وزارة ومن معظم الوزارات وحسب الدرجات الوظيفية المتوفرة،
وهذه مستمرة إن شاء الله لتعيين نسبة 10%، بل وتقوم المؤسسة بتعيين يعني أيضا خارج هذه النسبة باعتبار هناك أعداد كبيرة من ذوي الشهداء همشت خلال الفترة الماضية ولم تستطع التعيين، واليوم يأتي دور المؤسسة لإدخال هذه العناصر وذوي الشهداء للوصول والتعيين في هذه الوزارات. تعيين ذوي الشهداء على ملاك وزارة الداخلية والوزارات الأخرى جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلتها المؤسسة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة، فيما تعتزم المؤسسة جعل تخصيص نسبة من الدرجات الوظيفية سنويا أمرا إلزاميا لجميع الوزارات. انطلاقاً من المادة 3 من قانون مؤسسة الشهداء التي تضمنت تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لذوي الشهداء، فقد عمدت مؤسسة الشهداء إلى أن تقيم عدة اجتماعات مع الأمانة العامة ولكي تحقق تعيين 10% من التعيينات في كافة الوزارات، وفعلاً تم إعمام على كافة الوزارات بتعيين ذوي الشهداء. طبعا نحن نشكر وزارة المالية بما فيها الدائرة القانونية ودائرة الموازنة، أرسلنا عدد كبير من أسماء ذوي الشهداء وتم تخصيص درجة وظيفية وتخصيص مالي وتم تعيينهم على كافة الوزراء. نحن اليوم نوزع الأوامر الإدارية لذوي الشهداء المعينين على وزارة الداخلية، وهذه مو الوجبة الأولى وإنما سبقتها عدة وجبات. أيضا ضمننا في مسودة تعديل قانون المؤسسة فقرة تنص على تعيين ذوي الشهداء بنسبة 10% وعلى كافة الوزارات الالتزام بهذه الفقرة. نحن ما نقدمه وسنقدمه لا يساوي قطرة دم لشهيد سقط على أرض العراق. قسم المتابعة والتنسيق في مؤسسة الشهداء ثمن موقف دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي المؤازر للمؤسسة من أجل تخصيص الدرجات الوظيفية إلى ذوي الشهداء، مشيدا بجهود وزارة الداخلية ورئيس مؤسسة الشهداء في هذا الاتجاه. تقام الاحتفالية الرابعة التي نظمت من قبل قسم المتابعة والتنسيق لغرض توزيع الأوامر الإدارية للمتعينين في الوزارة الداخلية. في هذه الاحتفالية نقدم الشكر والتقدير إلى دورة رئيس الوزراء المحترم الراعي الأول الحقيقي لذوي الشهداء الذي أنصف ذوي الشهداء في التعيينات من خلال النسبة 10% من التعيينات في كافة الوزارات. نقدم الشكر والتقدير إلى السيد الوكيل الأقدم عدنان الأسدي الذي تابع وأنجز كل التعيينات التي تخص ذوي الشهداء، ونقدم الشكر والتقدير إلى معالي رئيس مجلس الشهداء الذي تابع هذه الأمور من خلال قسم المتابعة والتنسيق وخلال الدارة الإدارية بتعيينات ذوي الشهداء. ذوي الشهداء الذين تسلموا أوامر تعيينهم عبروا عن شكرهم وتقديرهم إلى دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي ورئيس المؤسسة الدكتور عامر الخزاعي، معاهدين على مواصلة الطريق الذي سار عليه الشهداء في الدفاع عن العراق. أول شيء نشكر دولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي على هاي الفرصة اللي اتاحنا إياها للتعيين من خلال مؤسسة الشهداء، وإن شاء الله الحمد لله ما قصروا ويانا، وإن شاء الله يا ربي يعني نكمل الاستعدادات هاي مال التعيين. ويمثل تخصيص الدرجات الوظيفية إلى ذوي الشهداء جانبا من جهود المؤسسة في رعايتهم تعويضا عن الحرمان الذي قاسوه في حقبة حكم نظام البعث البائد. تحت شعار نحيي المرأة من ذوي الشهداء في عيدها فهي سامية في التضحيات ونبيلة في المواقف، أقام ملتقى الخالدون النسوي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة استذكاراً لموقف المرأة العراقية في مواجهة طغيان البحث البائد. المزيد في التقرير الآتي. أقام ملتقى الخالدون النسوي احتفالاً كبيراً بمناسبة يوم المرأة العالمية، حضره عدد من المسؤولين في مؤسسة الشهداء ومنتسبات المؤسسة وعدد من النسوة من ذوي الشهداء. المرأة في العراق قدمت الكثير، قدمت الشهداء، قدمت التضحيات، قدمت، واليوم احنا في هذه المؤسسة لدينا 1550 شهيدة من النساء. طبعا هذا الرقم
غير موجود في معظم دول العالم ما عدا هذه واحدة من بركات النظام الصدامي البائد أن يعدم هذا الجمع الكبير من الشهيدات من النساء المؤمنات من النساء الصالحات من النساء الصابرات من مهندسة إلى طبيبة إلى مدرسة إلى معلمة إلى غيرها. وهذا ما يثبت إجرامية هذا النظام، ولذلك ارتأت المؤسسة أن تقيم هذا الاحتفال وهذا التكريم إلى هذه النساء باعتبار اليوم المرأة تمثل، وليس اليوم وإنما هي المرأة على العموم تمثل نصف المجتمع وتمثل الأم والزوجة والأخت والحفيدة، ويكتمل المجتمع بوجودها. الاحتفال بيوم المرأة عاد إلى الذاكرة صبر المرأة العراقية من أم الشهيد التي غيب ولدها إلى الزوجة التي فقدت زوجها وهي لما تزل في عز الشباب، إلى أخت الشهيد التي عانت الكثير من جراء فقدها الأخ والسند فضلا عن الحرمان من أبسط الحقوق. في هذا اليوم امتزج الفرح بالألم، لكننا جميعا انطلقنا للانتماء لهذا الجيل من الشهيدات والانتماء لهذه التضحيات من النساء، فبحق المرأة من ذوي الشهداء تستحق أن يقام لها يوما عالميا يحتفي به العالم جميعا. ففي العراق قدمت النساء من التضحيات ما يستحق أن يفخر به جميع نساء العالم، وأن ترفع رأسها عاليا بأنها تنتمي لهذا الجيل من النساء. في العراق الجديد حظيت المرأة بما تستحق من احترام يتناسب والمكانة التي منحها إياها الدين الحنيف، ومن أجل ذلك حرصت مؤسسة الشهداء والمؤسسات المتخصصة على الاهتمام بالمرأة وفاء للتضحيات التي قدمتها في حقبة الدكتاتورية. طبعا هذه الندوة بمناسبة عيد المرأة العالمي وعيد المرأة العراقية، وهي ندوة ثقافية حول دور ومكانة المرأة في الإسلام، ومن خلال هذه الندوة تم استعراض دور المرأة العراقية الشهيدة ودور النساء من ذوي الشهداء وأثرهن البالغ في بناء المجتمع. المرأة الإسلام أكرمها، قالت قبل الإسلام تدفن المرأة وهي حية. المرأة العراقية بالخصوص نحييها لأنها في زمن النظام البائد فقدت الزوج والأخ والأب، وإنها ربت أبنائها تربية صالحة. لابد للمرأة العراقية أن تقلد مناصب قيادية في المجتمع في عراقنا الجديد، ولابد للمرأة أن تقتدي أولا وآخرا بالعقيلة زينب عليها السلام، زينب الكبرى، لأنها وقفت إلى جنب أخيها الإمام الحسين عليه السلام. المؤسسة تسعى جاهدة إلى تقييم المرأة من ذوي الشهداء بالخصوص، وبهذه المناسبة فإننا نقدم كل ما نملك للمرأة في هذا الخصوص. فرع ملتقى الخالدون النسوي في مديرية شهداء واسطة أقام أيضا حفلا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي اقترن هذا العام مع ذكرى مولد جبل الصبر عقيلة الطالبيين زينب عليها السلام، فكرمت مديرية شهداء واسطة منتسبات المديرية وعددا من النساء من ذوي الشهداء في المحافظة. نبارك للمرأة العراقية بمناسبة ذكرى يوم المرأة العالمي، وكذلك الذي يتزامن مع ذكرى ولادة الحوراء زينب، الذي يقول فيها الشاعر: لو كنا النساء مثل زينب لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. حيث قيمت في مديرية شهداء واسط هذه الاحتفالية المباركة العطرة، وأقيمت كذلك في هذه المناسبة فعاليات ونشاطات مفتوحة لكل موظفات مديرية شهداء واسط، وتعلقت بشأن المرأة الذي أعلى قدرها الإسلام ورفع من شأنها، ولا يوجد شيء أعلى من قدر المرأة كما أعلاها الإسلام بكل مضامين،
الرفعة والرقي. أقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى نساء العالم أجمع والمرأة العراقية وزميلاتي في مديرية الشهداء واسط بالخصوص بمناسبة عيد المرأة. المرأة كالزهرة إذا اقتلعت من مكانها تتوقف عن الحياة، هذه مقولة في حق المرأة، وأن توسيع حقوق النساء مبدأ عام للمجتمع المدني، لأنه بمقدار توفر الديمقراطية في مجتمع يكسب المرأة حقوقها. وتحمل المرأة من ذوي الشهداء فخراً مضاعفاً، الأول لأنها امرأة عراقية، والثاني لأنها ترتبط بالشهيد الذي عبد بدمه الطاهر طريق الحرية في العراق. بحضور المفتش العام في مؤسسة الشهداء ممثلاً عن رئيس المؤسسة، أقامت مديرية الشهداء واسط احتفالاً كبيراً لتوزيع المنحة العقارية وبدل الإيجار وهدايا ومنح الطلبة بين ذوي الشهداء في المحافظة. مع هذا التقرير، أقامت مديرية الشهداء واسط احتفالاً وزعت فيه المنحة العقارية وبدل الإيجار وهدايا ومنح الطلبة من ذوي الشهداء في المحافظة بحضور رسمي وشعبي كبير. اليوم ممثل معالي رئيس المؤسسة في محافظة واسط من أجل توزيع حقوق ذوي الشهداء، وهذا إن دل على شيء يدل على اهتمام الدولة والحكومة ورئاسة المؤسسة بكيفية إيصال حقوق ذوي الشهداء إليهم. بصراحة كثير من العقبات، الحمد لله بعمل دؤوب من معالي السيد رئيس مؤسسة الشهداء والأخوة العاملين في المؤسسة استطعنا أن نحصل على حقوق ذوي الشهداء وبطريقة كانت فيها غاية في التعقيد وغاية في الصعوبة، ولكن الحمد لله والشكر استطعنا أن نحصل على هذه الحقوق رغم توقف الميزانية أو عدم إقرار الميزانية، لكن استطعنا بصلاحيات استثنائية أن نحصل على حقوق الشهداء، واليوم نتشرف أن نلتقي بذوي الشهداء ونوزع هذه الحقوق عليهم، ونحن في خدمة ذوي الشهداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما في خدمة الشهداء وسائرين على نهجهم وطريقهم إن شاء الله. تضافر جهود العاملين في مؤسسة الشهداء ومديرية شهداء واسط أفرز نتائج كبيرة مكنت المديرية من تقديم الحقوق والامتيازات إلى مستحقيها من ذوي الشهداء في المحافظة، لا سيما المنحة العقارية، ليتمكنوا من تشييد الوحدات السكنية بعد حصولهم على قطع الأراضي عبر المديرية. أقامت مديرية الشهداء واسط هذا اليوم حفلا تكريميا لعوائل الشهداء برعاية معالي رئيس مؤسسة الشهداء وبحضور السيد مفتش عام مؤسسة الشهداء لتوزيع المنح المالية لهدايا الناجحين والطلبة والمتزوجين والإعانات الاجتماعية وكذلك بدلات الإيجار والمنح العقارية، حيث كانت مديرية هنا من المديريات المتميزة والسباقة بهذا الإنجاز ولله الحمد بعد تعاون مع خزينة واسط. أتممنا هذا اليوم توزيع أكثر من 586 مليون دينار عراقي بواقع عدد أكثر من 250 عائلة مستمرين حقيقة في هذا العمل على خطى إن شاء الله لتكريم عوائل الشهداء جميعا. ذوي الشهداء الذين تسلموا حقوقهم وامتيازاتهم أكدوا أن إنجازات المؤسسة في خدمة ذوي الشهداء لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر لدولة رئيس الوزراء السيد نور المالكي، مثمنين جهود مديرية شهداء واسط في تعويضهم وفاء لدماء الشهداء. طبعا هذا دور عظيم من قبل سيد رئيس الوزراء نور المالكي ومن قبل السادة الحضور، وهو تكريم للشهداء الأبرار الذين ضحوا في سبيل هذا الوطن. وإذ تقدم مديرية شهداء واسط ما تقدمه إلى ذوي الشهداء، فإنها تؤكد عزمها على مواصلة الطريق من أجل تقديم المزيد إلى هذه الشريحة المهمة تقديراً لتضحياتها. بمشاركة مديرية شهداء ذي قار، أقام مكتب شهداء الشطرة حفله السنوي بمناسبة الذكرى 23 للانتفاضة الشعبانية المباركة بحضور رسمي وشعبي كبير. لنتابع معا هذا التقرير.
كدأبه في كل عام، أقام مكتب شهداء الشطرة في محافظة ذي قار احتفالا كبيرا بمناسبة ذكرى الانتفاضة الشعبانية المباركة تحت شعار الانتفاضة الشعبانية شمس بددت ظلام الدكتاتورية وزعزعت عرش الطغاة، استذكارا لبطولات شهداء العراق في رفض دكتاتورية البعث البائد. الاحتفال الذي تضمن معرضا لصور وسير ومقتنيات الشهداء شهد حضورا واسعا للمسؤولين في القضاء وذوي الشهداء. في هذه الأيام نستذكر الانتفاضة الشعبانية المباركة، هذه الانتفاضة التي عز فيها الرجال، هؤلاء العظماء الذين جابه الجبروت البعثي الصدام المجرم الذي مارس أنواع وأبشع أنواع القتل والتعذيب على أبناء الشعب العراقي. لا بد لنا من وقفة في هذه الأيام استذكارا لهذه الانتفاضة المباركة. الحكومة المحلية في قضاء الشطرة حرصت على المشاركة في الاحتفالية لتؤكد وقوفها إلى جانب مكتب شهداء الشطرة في رعاية ذوي الشهداء وتعويضهم عن كل ما فقدوه في تلك الحقبة المظلمة. اليوم حقيقة يحتفلون أبناء الشطرة خصوصا ذوي الشهداء بالأيام الانتفاضة الشعبانية المباركة اللي اليوم السنة 23 لها مرت عليها. هذه الانتفاضة المباركة التي أنا حقيقة قضت على نظام الظلم والطغيان أيام صدام، لولا تعاون بعض الدول الجوار والدول الكبرى التي ساهمت في قمع هذه الانتفاضة. هذه الانتفاضة كانت تختلف عن جميع الانتفاضات، خصوصا الشعب العراقي والعراقيين حافلين بالنهوض ضد الظلم والطغيان. تميزت أن قام بها جميع أبناءها بكل طوائفهم وكل قومياتهم، وكانت ناجحة لولا تدخل بعض الدول الجوار. الاحتفالية شهدت عرضا مسرحيا مستوحى من قصة حقيقية بطلتها أم شهيد، لذا جسدت دورها بواقعية ومن دون تكلف لتسرد للمتلقي فجاعة إعدام ولدها الوحيد الذي أفنت سنية شبابها من أجل تربيته بعد وفاة زوجها. أنا من مسألة المسرحية مسألتها مجروحة، لأن النهار كنت أفتر بالحوش أدور على شيء ذكرني به، شيء كأنما هو يحاكيني، يعني أيام أوصل بي حد أقول راح أنجن، إذا أتمرض يجيني يشوفني، وإذا أفرح وأرتاح يجيني يضحك، وأقلهم والله ما مفارقني، والله وياي، والشهداء إن شاء الله أحياء عند ربهم يرزقون، والبركة بالسيد المالكي من وقع على أعدام صدام. ويمثل الاحتفال بذكرى الانتفاضة الشعبانية تمجيداً لذكرى الشهداء الذين أصبحوا مشاعل نور أضاءت طريق العراقيين في حاضرهم ومستقبلهم. مشاهدين الكرام، بهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج يد الوفاء. راسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر أسفل الشاشة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.